السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن موضوع الذكاء الاصطناعي. هحاول طبعا لان الوقت بقى قليل فهحاول اجري قدر الامكان، واللي عايز يسال يا ريت يسال على طول عشان ممكن ما يبقاش في وقت في الاخر ان احنا نسيب وقت كبير للاسئله. الذكاء الاصطناعي جاي كان وانا بتكلم على مجالات الذكاء الاصطناعي. الارتفيشال انتليجنس ليها مجالات كتير جدا والمجالات دي متداخله، وبعض الناس ما تبقاش عارفه تفرق المجالات دي عن بعضها. فانا حبيت ان انا اصل في الموضوع المره دي ان انا عايز افرق ما بين مجموعه من الموضوعات الخاصه بالذكاء الاصطناعي. مبدئيا كده الذكاء الاصطناعي في طبعا علماء كتير جدا يعني على كذا فتره من الزمن بيحاولوا يعرفوه. معانا مثلا كريستون بيعرف ان بيقول ان المخ الانسان هو اهم حاجه موجوده في الكون المفترض ان احنا ندرسها. طبعا انا معترض معاه، لكن هو شايف اهميه كبيره جدا لحكايه المخ، لان هم بيشوفوا ان الذكاء الاصطناعي في الاساس حاجه بتقرب المخ الانسان، حاجه بتحاول تحاكي تفكير الانسان. اي برنامج ممكن يكون بسيط جدا بيشتغل بشكل ذكي، يعني بيعمل حاجات زي الانسان. احنا في حاجات بنعملها بطبيعتنا، بطبيعتنا بتبقى مش عارفين بتتم ازاي، بتتم اوتوماتيك. يعني مثلا تخيل انت ماشي وبتطلع على سلم، انت بتطلع السلم على طول عادي، يعني ترفع رجلك تحط رجلك مش عارف ايه، بتوزن نفسك ازاي، ترفع قد ايه بتاع، ما بتحسبش اي حاجه، انت بتمشي والدنيا بتمشي خلاص. لكن عشان نقدر نعمل دوت في برامج او في روبوتات او في غيره، ان هي تقدر تعمل تعرف تبص وتعرف المستوى العلوي وتاخد الخطوه وتاخد الخطوه الثانيه ترفع عنه رجل، القصه دي فيها حسابات معقده جدا وفيها مجالات متداخله جدا. يعني الموضوع مثلا مش هيطلع علم واحد، ممكن تلاقي في بعض الحاجات بتبقى علوم متداخله جدا عشان تقدر تطلع فكره واحده. فهو هنا الراجل ده كان بيتكلم على ان العقل هو افضل او اهم شيء في الانسان، رغم ان في علماء تانيين بيقولوا لا ده مش بس حتى في الطبيعه، يعني مثلا الفلايت او الطيران او الكلام ده كله، هي فكره ان احنا بنعمل ريليت للايه؟ للطيران. انا جربتها كذا مره وكانت اول تجربه طبعا زي ما هو معروف كانت الناس بتحاول تحط تركب اجنحه وتحاول تطير من فوق حاجه ومش عارف ايه، وبداوا يعملوا حاجات ثابته. وبعد كده صحيح احنا ما قدرناش نوصل بنفس الشكل الطبيعي اللي موجود، لكن فعليا احنا بنحاول نقرب، لكن ما وصلناش بالظبط، لكن وصلنا للهدف. يعني المهم ان احنا وصلنا ان بقى في عمليه الطيران، لكن مش قادرين نعرف التفاصيل قوي او نحكي بالظبط خلق الله في الايه؟ في مولداته او في المخلوقات. فمش بس هو في انفسهم قفلوا بسرور الانسان، لا كمان ان طبعا كل الامم اللي ربنا خلقها احنا بس مجرد لسه بنحاول نقرب للطريقه. الناس ساعات بتتخيل ان الذكاء الاصطناعي عدى وحاجات مش عارف ايه وكلام زي كده، بس هو فعليا احنا بنحاول حتى الان مش قادرين نطلع اصلا، مش عارفين نثينك اوت اوف ذا بوكس عن ايه؟ عن مخلوقات ربنا، بنحاول نقلدها بس او نقرب الموضوع ده بس مبدئيا قبل ما نبدا ايه؟ نخش في التفاصيل. لكن انا جالي بعض المقدمه، انا هخش على طول في المجالات قدر الامكان. طبعا ده كان تعريف للذكاء، الذكاء الانسان. احنا يمكن الدكتور حسين طبعا كان بيتكلم على الذكاء. الذكاء طبعا مجموعه كبيره جدا من السمات، كل سمه بتؤدي الى نوع من انواع الذكاء. يعني الاستورج او الحفظ نفسه يعتبر ذكاء، مع ان احنا مثلا ساعات بنحاربه في بعض الاحيان، نحارب مثلا الطفل لو بيحفظ كلمات لو مش عارف ايه، وده برضه غلط، لان برضه دي فيتشر من الحاجات اللي المفروض تتنمى جوه ايه؟ جوه الانسان، حتى عشان يفتكر هو هيقول ايه، لازم يبقى في برضه عندنا حفظ، عندنا اندرستاندنج بنفهم، عندنا انفرنس اللي هو بنحاول نعمل استدلال او استنتاج، خلاص؟ عندنا حاجات ثانيه زي الديتكشن، ممكن نقدر نديتكت حاجه او نعرف حاجه، دي برضه في ناس بيبقى عندها تاخر في، ممكن يبقى انسان عنده تاخر في حته واحده بتعمل له ازمات، خلاص؟ طيب عندنا برضه ليرنينج، ممكن يكونوا مميزين في الليرنينج كبني ادمين، عندنا بريدكشن، ممكن نتوقع طبقا زي ما حصل كذا هيحصل كذا مش عارف ايه، عندنا دي حاجات بتحصل اوتوماتيك. كل فيتشر من دول، هو لسه في كتير، كل فيتشر من دول الانسان بينمي جزء منها او بيقع منه جزء منها، لكن عندنا كلنا منها، لكن بمستويات ايه؟ بمستويات مختلفه. ده الانتليجنس الاول عشان نبقى عارفين يعني ذكاء، عشان يكون ذكاء اصطناعي معناها ان احنا بنحاول نزق الالات والمعدات والديفايسز والكمبيوتر ومش عارف ايه، ان هو يقرب لنوع من الانواع بتاعت الايه؟ الانتليجنس دي او ايه؟ او اكتر.
يبقى كده باختصار نقدر نقول ان الذكاء الاصطناعي او الاي اي هو عباره عن حاجه من يعني اختيار من اربعه. اختيار من اربعه يا اما تي بي يا اما تي ار يا اما اي بي يا اما اي ار. يعني ايه الكلام ده؟ التي بي يعني لو انت قدرت تخلي برنامج سواء كان برنامج ديسك توب ويب موبايل ايا كان قدرت يخليه ثينك لايك بيبل يعني بيعمل حاجه زي الانسان زي ما الانسان بيفكر البرنامج بتاعك بقى بيفكر على فكره ده اي اي. ممكن تكون انت لسه مش عارف ان انت ماشي على اساليب اي اي ولا حاجه خلاص، لكن طالما انت قدرت تعرف تحاكي حاجه الانسان بيعملها بشكل ذكي يبقى انت بتخلي البرنامج اقرب بتاعك ايه؟ اي اي. او تاكت لايك بيبل زي الانسان اللي قلته بتاع السلم، هو ده ما فيهوش اصلا يعني هو اكشن كله بيحصل وبيحصل اوتوماتيك، بس لو قدرت تخلي برنامج ما يقدر ياكت لايك بيبل يبقى انت قدرت تقرب لايه؟ لبرامج من الذكاء. الناحيه الثانيه بقى ثينك راشنالي، ودي طبعا كان فيها فتره انت خدت بالكم ان كان في ناس بتتكلم على العقل بس، بعد كده ناس بتتكلم لا ده العقل وفي مخلوقات ثانيه فيها ذكاء، وبعد كده لما تتطور قال لك لا يعني اي حل ممكن يكون منطقي بس حل ذكي يختصر عليا اعتبره حل ايه؟ من حلول الذكاء الاصطناعي. طيب او ياكت راشنالي بنفس الطريقه او انا اقدر اكت بشكل ايه؟ راشنالي. طيب يبقى انا هقدر اعمل حاجتين ياكت يا ثينك يا اما لايك بيبل يا اما بشكل ايه؟ منطقي وشكل ذكي. خلاص بشكل ذكي. ليك سؤال؟ التي بي اللي هو ثينك لايك بيبل مثلا انت لما بتيجي على سبيل المثال هديك مثال شهير جدا. ممكن انا راجل في الحسابات خلاص بقى لي خبره مثلا 20 سنه 15 سنه فعيني بعينيا وانا براجع الحسابات ممكن اطلع كام نموذج حسابات الحسابات دي مظبوطه. انا عملت عمليات في شغل هنا جوه بس خلاص، لكن ايه اللي حصل؟ انا اكتشفت ان ده مش ده في حاجه فيه تلاعب وبتطلع ملفات معينه. هل نقدر نخلي في برنامج كمبيوتر يقدر يراجع هو مثلا الفواتير ويبدا يقول لي الفواتير دي مشكوك فيها يعني حد تلاعب بيها؟ لو قدرنا نعمل كده يبقى وصلنا لبرنامج ايه؟ من برامج الذكاء الاصطناعي خلاص، وده نوع من انواع اللي بيلعب على القصه دي. تمام؟ طيب يبقى كده عرفنا الارتفيشال انتليجنس. في تعريفات ثانيه بتقول ان احنا اي ماشين طبعا شفت بقى الكمبيوتر وغيره خلاص بتعمل اي تاسك ليها اي كاركترستكس زي الهيومن انتليجنس. احنا عرفنا الهيومن انتليجنس من شويه، يبقى اي برامج بتحاول يبقى فيها اي خصائص من خصائص الذكاء الاصطناعي يبقى انت كده رايح في اتجاه ايه؟ اللي يبقى عندك ذكاء اصطناعي ده بلاننج بتاع تخطط بتاع اندرستاندنج، حتى لو هتبقى اندرستاندنج اللانجوجز زي برامج دلوقتي اقدر اتكلم وتبدا تفهم او تكتب اللي انا بقوله الى اخره خلاص. ساوندز ليرنينج بروبلم سولفنج كل الكلام دوت. والتعريفات دي على فكره هي تعريف من سنه 56 بس فاكره الذكاء الاصطناعي جديد، الذكاء الاصطناعي جديد جدا لكن تطبيقاته هي اللي بدات تبقى ايه؟ تبقى حديثه شويه. طب اي حاجه اعملها يعني هتمشي؟ قال لك لا، هو في بقى علوم طلعت وكل علم بيخدم مجال معين موجود، انت مش هتقعد بقى ايه تخترع يعني خلاص. انت في انا عايز اعمل حاجات بتعمل كذا كذا ديت انا مجال كذا هو اللي بيشتغل فيها. طب بقى ادرس المجال ده. طب انا عايز اعمل حاجه بتعمل مثلا الصوتيات الساوندز ادرس ايه او اروح فين هو اللي عايزين نتكلم عليه. طب انا عايز اعمل حاجه بتحلل البيانات وتجيب لي بريدكشن يعني تستنتج انت ان شاء الله مبيعاتك هتبقى السنه الجايه قد كده او مش هتعمل ايه. فاحنا ده اللي عايزين نتكلم عليه يعني نفتح المجالات مع بعض كلها مجالات ذكاء اصطناعي بعد كده كل مجال ممكن يفيدني في ايه. فالارتفيشال انتليجنت تقدر تشوف تقدر تسمع تقدر تكومبرهند اللي هي تقدر تفهم كمان. تمام؟ ازاي الكلام ده؟ في عندنا علم العلوم اللي هي تقدر تشوف علم مشهور قوي خد في الفتره الاخيره ضجه جامده اللي هو الكمبيوتر فيجن. ده علم كله هو اصلا متخصص ان الكمبيوتر يشوف. انا مش عارف يعني ايه طبعا توصل كده تشوف ولا لا، بس احنا لينا تفصيل معايا لسه هناخد نعمل له تفصيل. في علوم زي بتسمع زي السبيتش ريكوجنيشن اللي هو يقدر يميز الصوتيات ويبدا يشتغل. ده علم بس لو انت عايز تشتغل على الحته بتاع الصوت، عايز اعمل برنامج مثلا بتاع صوت اديله امر يشتغل على اساسه او غيره زي البرامج الثانيه هنذكرها كمان شويه. وفي علوم الفهم اللي هي الناتشرال لانجوج بروسيسنج اللي هي معالجه اللغات الطبيعيه خلاص، اللي هو كل ما هو كتب او يعني تم نطقه سبوكن يعني او ريتن خلاص، اي حاجه اتكتبت او اتقالت ازاي الكمبيوتر يبدا يفهمها يعني يبقى عارف هتقصد ايه وما تقصدش ايه وبناء عليها القرار طبقا للي انت ايه قلته او طبقا للي انت كتبته. دي كلها علوم من العلوم. طيب هبدا الاول الفكره بتبدا مع او همسك كده الفيلدز المبادئ كلها من اول المبادئ كده طبعا مش هقدر اغطي كل المجالات لكن هتكلم معاكم في بعض المجالات كتير. اول مجال اللي هو لازم تعرفه مبدئيا كده اللي هو بنسميه البرمجه بس هو بيقول الالجوريزم. فكره الالجوريزم يعني ايه؟ مجموعه من الخطوات المرتبه بشكل منطقي
وممكن تكون يعني حسابيه، خلاص بقى شيء حساب وشيء منطقي. لازم تكون عندك فكر، الفكر ده بيتبني من البرامج والبرمجه الاول لغايه ما ايديك تتعود ومخك يبقى فاهم انت عايز توصل الفكره ازاي، وتعرف ترتب اصلا الفكره انت عايز توصلها. خلاص العلم دوت يمكن لينا باع فيه كعرب يعني، وفي اول واحد طلع العلم ده كان حد يعرف اسمه؟ محمد موسى الخوارزمي. خلاص ده كان اول ما طلع العلم ده كان علم مين؟ كان واحد عربي. وبعد كده العلم طبعا خرج من ايدينا خالص وهم خدوه وطوروه احنا خلاص بنتفرج عليه. على العموم العلم ده علم بسيط، فكرته ازاي اعمل مثلا هنا اديك مثال ازاي ارتب، طب افكر ازاي ان انا ارتب. لو انت ما بتعرفش تعمل الكلام خطوات على ورق انسى، انت عندك مشكله. لو انت مش عارف يعني المشكله المساعدة بتبقى يعني انا بما اني بدرب كتير برمجه او بدرب حاجات ذكاء اصطناعي، المشكله كلها في ده. يعني ساعات ممكن يبقى عارف حاجات بسيطه، اصلا اغلب الالجوريزم عباره عن ايه؟ عن كونديشنز ولوبس واريز وكلام زي كده وخلاص، او اي حاجه داتا استراكشر وخلاص. ده مش اغلب، ده هو كله كده خلاص. رغم كده هو عنده مشكله اصلا في ان هو يفكر مش ان هو يكتب كود، فهو بيقول ايه انا مش فاهم كود، بس هو فعلا مش فاهم كود. هو اصلا لو مسكت ورقه قلم تروح حول بالله باي شرطه باي طريقه بيبقى عنده مشكله اصلا في ايجاد الحل المنطقي للمشكله، ايجاد الحل المنطقي للمشكله بخطوات ايه مسلسله كل ما اديها تطلع لي حل، ده بيبقى عنده فيها مشكله. فده اول حاجه. الحاجه اللي بعد كده هي او العلم بعد كده او الفيلد اللي بعد كده حاجه اسمها ارتفيشال نيورال نتورك، وده علم مشهور جدا وجانب من الجوانب. العلم دوت كان قايم على 3 لايرز او 3 يعني مراحل. المرحله الاولى بنسميها الانبوت لاير، وبعد كده الهيدن لاير والاوتبوت لاير. الانبوت لاير كان كل فكرتها بيقول هم طبعا مكونه من النقط دي اللي بنسميها نيرون. هو اصلا العلم ده كله بيحاول يحاكي اصلا المخ، والعلم ده قديم مش جديد خلاص. والتطوير كله الحديث قايم عليه زي ما هوريكم كمان شويه. هو كل فكرته ان هو بيقول لك المخ اصلا متكون ازاي. المخ في الحقيقه هو عباره عن مجموعه من النيرونز كده، مجموعه من الاماكن الحساسه خلاص، او مش عارف بيسموها خلايا عصب او خليه عصبيه، وما بينها ايه توصيلات كونكشنز خلاص. وكل خليه عصبيه في عندي حته هنا في الخليه العصبيه بتشوف اللون، واحده ثانيه بتشوف الطول، اللي تحتها بتشوف الحجم، واحده ثالثه بتشوف مش عارف ايه. كل ما بتاخد العين المعلومه ده الانبوت رميتها ليهم، كل واحده بتشوف ايه؟ كل نيرون بتشوف حاجه، كل نيرون بتقيس حاجه. المهم بقى يوصلوني في الاخر ده اللي انا شايفه، ده انسان ولا حيوان ولا ده جماد ولا ده كرسي ولا هو ابدا التحليل دوت هو عباره عن ايه؟ عن النتيجه. يبقى الاول بنخش في انبوتس اللي هي عباره عن دخلت مثلا صوره دلوقتي، هي دي الانبوت بتاعتك، ممكن تكون شفتها، ممكن تكون سمعت صوت، ممكن ايا كان الانبوت. دخلت في الانبوت لاير، خدت شويه فيتشرز، خدت شويه حاجات، الشعر، اللون، الحجم، الطول، مش عارف ايه، عملت شويه حاجات ودخلتها على هيدن لاير. كل هيدن لاير تقول الفيتشر دي او المواصفه دي موجوده في الكلب، دي موجوده في القطه وموجوده مش عارف ايه، ودي موجوده. ويبدا كل واحده تقول ايه؟ تقول النتائج بتاعتها، ممكن تكون ناتج او ايه؟ او اكتر. تبدا تعمل تبادل وتوفيق لغايه ما توصل خلاص دي قالت لا، دي قالت بتطلع حاجات احتمالات تطلع من الموضوع لغايه ما يبدا في الاخر نوصل مين؟ للاوتبوت لاير. فيطلع يقول لي والله بعد ما دخلنا على الانبوت لاير وقسنا كل الفيتشرز اللي موجوده طلعت في الاخر ان الاوتبوت بتاعت طلعت لي ان دوت ايه؟ كامل. فجينا عملنا ايه؟ زي ما المخ بدا الانسان يشوف خلاص، فيبدا يعرف طبقا للشكل الكامل يقدر يقول ده ايه؟ كامل. لو في حيوان انت مش ما تعرفوش، تخيل ان في حيوان انت ما تعرفوش بس شبه الكلب، لو شفته هتقول ايه؟ هتقول كلب صح ولا لا؟ مش هتقدر ايه توصل ليه هو ايه؟ هو اقرب حاجه تقربها دايما اقرب حاجه لتحديد الفيتشر بتاعت الشيء الفلاني. خلاص نفس الفكره بالظبط عملوها في الارتفيشال نيورال نتورك. حتى عندنا هنا هو عايز بس يقول هي قبل ولا نوت قبل، يعني هي تدفع ولا لا. فكل واحده بتنزل بتعدي على اللون، الحجم في الصوره اللي على الشمال ديت، بتقيس لون، حجم، مش عارف ايه، وبتبدا تنزل ودي تقول اللون هنا مثلا ده لون التفاح، ينزل مش عارف ايه، يروح هنا او توقف. يبقى كل موصل يقول هو يوصل للناحيه الثانيه لغايه ما توصل في الاخر التحليل بتاعك يطلع في الاخر يقول لي دي عباره عن تفاح او مش ايه او مش تفاح. ده الارتفيشال نيورال نتورك. هحاول في الكوجنيتيف ساينس لان دوت علمه كله برضه كان قريب جدا من علم الارتفيشال نيورال نتورك او الاي ان ال. هو قائم بس على دراسه المخ، وهم بيدرسوا فيه علوم طبيعيه كتيره جدا وعلوم انسانيه في دراسه المخ، وعشان يحولوها ازاي للكمبيوتر بيور. يعني ممكن تروح تدرس سنين تدرس حاجات خاصه بس بالايه؟ بمخ الانسان وحركه الانسان ومش عارف ايه، عشان تقدر توصل لها حاجه قريبه من ايه؟ او توصل لطبقات قريبه من ده، اللي هي برضه مبنيه على فكره نفس فكره الايه؟ النيورال نتورك. علم تاني مهم جدا يمكن الدكتور احمد جلال الله اتكلم عليه، قال لك علم الانتولوجي. قلنا ايه علم الانتولوجي؟ ان انا عندي انا اول حاجه عندي مفاهيم انا كانسان. لو انا جيت قلت لك مثلا احمد ابن عم محمد، دي عمليه منطقيه جدا.
عارفينها كلها وكلكم بترد عليها. احمد كان عم محمد خلاص. فهاجي اقول لك مين؟ اقول لك ابو محمد يبقى يقرب ايه احمد؟ عمه. كلنا قلنا عمه ولا مفيش اي مشكله خالص. ماشي كده. خلاص؟ لكن هات دي بقى عشان نفهمها لجهاز هنفهمها له ازاي؟ في كونسبت العم ده كونسبت وابن العم ده كونسبت والخال ده كونسبت ومش عارف ايه ده كونسبت وفي علاقه ما بين الكونسبتس دي ما بينها وبين بعض وفي علاقه ما بينهم وبين بعض. عشان اقدر افهم لازم الاول اعمل ازاي؟ لازم اوصل الكونسبتس ديت بتاعتي اللي في دماغي ازاي اعملها بريزنت او اعرضها او ادخلها للكمبيوتر، ازاي اقدر اوصل شكل الكونسبتس دي وعلاقاتها ما بينها وما بين بعض اوصلها جوه ايه؟ جوه الكمبيوتر. تبقى في عندي بقى مجموعه من الكونسبتس وكل كونسبت ليه علاقه مع بعضه والى اخره. ده علم الانتولوجي، ازاي تقدر توصل ده توصل الفكر في دماغك الى المنظر بقى. في علم تاني اسمه الكمبيوتر فيجن. انا عايز ابص على حاجه. طيب انا عشان عايز اتكلم عن الكمبيوتر فيجن شويه بالتفصيل لانه علم العلوم الحديثه ويعني الناس محتاجه تسمع معلومات كتير. تقريبا انا كنت فتحت يعني البرزنتيشن اقدم شويه. تمام. هتكلم النهارده عن ماشين ليرننج عشان هو علم بيستفاد بيه في الايه؟ في علم الكمبيوتر فيجن. انا عملت بس البرزنتيشن دي كان فيها ترتيب يعني بالنسبه لي اهم. الماشين ليرننج من اشهر علوم الذكاء الاصطناعي على الاطلاق. يعني ده يعتبر اشهر علم من علوم الذكاء الاصطناعي واكثر علم استخداما. خلاص بقى علم من علوم الايه؟ استخدامها. في انواع كتير انا هتكلم عن انواع يفهمكم الفكره. الماشين ليرننج بيقول لك هي اصلا الفكره كلها الانسان اصلا طلع بالذكاء ده ازاي؟ هو افترضوا ان الانسان وصل للذكاء دوت بالتعليم، يعني بيفترضوا ان احنا كلنا اتولدنا بنفس الذكاء بس كل واحد عمال ينام في الايه؟ في الفيتشرز بتاع مخه اكتر، عمال يذاكر اكتر فتعرف على معلومات اكتر فبقى طبعا ضليع اكتر، عمال ينام مثلا قدراته الذهنيه او الحسابيه فبيزيد، واحد تاني ما بينميش فالدنيا عنده في الاخر. زي بالظبط هو فكروا فكره الطفل الصغير، اي طفل صغير بيبدا الاول في بدايه حياته كده بيبدا يشوف بتورفه مثلا شاف قطه مثلا، فتقول لي قطه، هو خلاص بيبدا يقول زيك قطه. خلاص عرف ان هي ليها اربع رجلين شويه لها شعر مش عارف لها شكل معين وبتاع. لو اول مره يشوف كلب هيقول ايه؟ قطه. هيقول قطه، صح ولا لا؟ هو دي اقرب حاجه ليه؟ هتقول لا ده كلب. فيبدا يرسم بقى في فيتشر استراكشنز اختلفت. يعني بدا هو مخه اوتوماتيك بيحصل عندنا احنا اوتوماتيك بس احنا بنفهمه عشان نحوله هنا خلاص. هو بيحصل ايه؟ يقول لك هو بيبدا يطلع فيتشرز في اختلاف، فيقول لك الطول مختلف الحجم مختلف وعمال يحط في دماغه، بس ده بيحصل اوتوماتيك كانسان. فالفيتشرز دي هي اللي هتميزه فيما بعد. قال لك خلاص احنا ممكن نمشي بنفس المبدا مع مين؟ مع الكمبيوتر. قال لك ازاي؟ قال لك الاول بيبدا بحاجه اسمها تريننج سيت. التريننج سيت هي عباره عن ايه؟ ان انا بديله شويه معلومات بنسميها انوتيتد. يعني ايه انوتيتد؟ انا معرفه. يعني مثلا لو كنا رجعنا للمثال اللي كان قال عليه زميلنا اللي هو بتاع الحسابات، انا بدخله الحساب واقول له الحساب ده سليم. ورقه حساب تاني الحساب ده سليم، الحساب ده مضروب، الحساب ده فيه تلاعبس، الحساب ده سليم، الحساب ده فيه تلاعبس، الحساب ده سليم. وعمال ادخله بيانات واعلمه، عمال ايه؟ اديله انا بعلمه اللي انا عايزه. خلاص؟ هو بيحصل ايه؟ بيعمل ايه؟ هو بيعمل بعد كده حاجه اسمها فيتشر استراكشن. يعمل ايه؟ فيتشر استراكشن زي الطفل الصغير عامل هو الحساب اللي كان دايما سليم بلاقي كذا بقى عمال يقرا البيانات ويبدا يحاول يتعرف على ايه اللي بيمشي سليم وايه ما بيمشيش ايه سليم، ايه الفيتشرز المختلفه في اللي بيطلع دايما بايظ وايه الفيتشرز اللي ماشيه دايما في الحاجات في الحسابات اللي بتطلع مظبوط. عمال يعمل فيتشر اكستراكشنز وبيخش على ماشين ليرننج الجوريزم، فالجوريزم في الجوريزمز كتيره وبيبدا يعمل جروبنج، يبدا يقسم بقى والله هنا احط الحاجات الايه؟ الحسابات المضروبه، هنا هحط الحسابات السليمه، هنا هحط الحسابات اللي بشكوك فيها، هنا وعمال يعمل ايه؟ عمال يعمل يخزن البيانات كلها. طب ليه بنعمل كده؟ عاملين نخزن المعلومات دي عشان في الاخر اديله حاجه اسمها unseen data. ايه ال unseen data؟ بيانات بقى انا ذات نفسي مش عارف، يعني لو هتروح حساب جديد انا مش عارف الحساب دوت ايه؟ هو يعني مضروب او فيه تلاعب ولا ايه؟ ولا سليم؟ ليه بقى؟ عشان لما اقول له نيو داتا تخش يعملها فيتشر اكستراكشن. لما يحصل فيتشر اكستراكشن هيلاقي اما الفيتشرز دي بتميل الى ايه؟ بتميل الى الحساب السليم او بتميل الى الحساب الايه؟ الحساب المضروب. وبناء عليه يقول لي هو اوتوماتيك الحساب ده بقى سليم ولا الحساب ده ما بقاش ايه؟ ما بقاش سليم. يبقى كده انا عملت الكلام ده كله عشان هو في الاخر البريدكتيف موديل بتاعه هو اللي بيرد عليا ويقول لي البيانات دي سليمه، البيانات دي مش سليمه، البيانات مشكوك فيها، البيانات دي فيها سرقه، البيانات دي مش عارف ايه،
ويقدر هو يتعلم اوتوماتيك. ده نوع من انواع الايه الماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج ده اسمه نوع اسمه سوبرفايز ليرنينج. ده نوع ستايل من الستايلات بتاعت الماشين ليرنينج اسمه سوبرفايز ليرنينج. في حاجه اسمها ان سوبرفايز ليرنينج، انت بتديله وما بتقولوش وهو بيحاول يكستراكت فيتشر، بس بيكستراكت فيتشرز اكتر بكتير لانه حتى الجروبنج مش عنده، وعمال يعمل جروبنج ايه عشوائي او كلاسترنج، وعمال يقرب الحاجات لبعض وفيتشر اكستراكشن جامد، وده مش ناجحين فيه قوي رغم ان هو فيه نجاحات، لكن هو مشكلته كلها ان هو ما يعرفش الماشين او البروجرام اللي هو عنده هيتعلم ايه. ممكن يبدا يطلع حاجات ما نعرفهاش خلاص. وفي السيني سوبرفايز ليرنينج ان انت بتعلمه حاجات وحاجات لا، وده يعني لما ما يقدروش يسبقوا قوي الانسوبرفايز بشكل ناجح قوي، عملوا السيني بقى قدوه شويه وده بقى ناجح جدا بالذات في المجالات الطبيه، اللي هو مثلا ايه عندي مجموعه من الامراض وعارف ادويتها، وعندي مجموعه من الامراض مش عارف ايه مش عارف ادويتها، وعارف ان في علاقات ما بين الادويه دي وما بين علاج المرض ده، وفي يعني عوارض المرضيه متشابهه بعض الحاجات، بس انا مش عارف اعمل الكوليكشن اللي يطلع لي ايه اللي طلع لي علاج جديد. وده بيستخدمه جدا طبيا وناجح جدا، ان هو ممكن يطلع لك بدائل خاصه بالعلاج كبيره جدا وناجحه، ممكن تكون ما عدتش على مخنا كايه كبني ادمين، ممكن تكون برضه في نفس الوقت بسيط. ده الماشين ليرنينج. الديب ليرنينج هو امتداد طبيعي حصل للماشين ليرنينج، بس اعتمد في الاساس على فكره النيورال نتورك اللي احنا شرحناها من شويه مع الماشين ليرنينج، واستفاد بسبب حجم الداتا الكبير. يعني هو ما بيعرفش يشتغل في بيج داتا، خد بالك بقى، خد بالك عشان كده انا هقول لكم المحاضرات كلها. هو الديب ليرنينج استفاد من البيج داتا لان هو عمل بدل ما كان عندنا الانبوت لاير والهيدن لاير والاوتبوت لاير زي ما كان موجود في الاي ان ان، لا المره دي عنده ملايين اللايرز، كل لاير عليها ملايين من الايه؟ من النيرونز، كل نيرون بتقيس حاجه وكل نيرون متوصله بكل النيرونز اللي في اللاير اللي بعديها، انت متخيل؟ كل نيرون متوصله بكل النيرونز اللي في الطبقه اللي بعديها، فالعمليه طبعا بتقيس تفاصيل كتير فهيوجي جدا، فما يحصلش الكلام ده الا مع داتا ايه؟ مع داتا كبيره. لو انت مسكت داتا صغيره هتفر فيها ايه؟ هي خلاص حاجه بسيطه خلاص. فده اللي بتحصل، بدات تزيد اهميه الديب ليرنينج، واخد كيرف عالي جدا في الفتره الاخيره بسبب وجود البيج داتا، لان هم طبعا شغالين على السوشيال ميديا، انت عمال تس وتشات وده عمال يكتب وده عمال يقول بحبك وده مش عارف ايه والدنيا بايظه، وهو في الاخر مش عايز كل الكلام ده، هو عايز يطلع احصائيات يقول الفئه العمريه الفلانيه مهتمه بكذا، الفئه العمريه الفلانيه مهتمه بكذا، البلد كذا مهتمه بكذا، البلد كذا مش هتقوم لها هو، البلد كذا هي اللي هتنجح في العلم، البلد كذا هي اللي هتنفع في السلاح، البلد كذا هو عايز يشوف دي، ودي هتتقال عنده بسهوله جدا خلاص، وانت احكي زي ما انت ايه زي ما انت عايز تعمل، بس المهم ان هو يقدر يعمل اناليسيس للداتا دي كلها ويقدر يطلع الفيشرز بتاع كل بلد باللغه بتاعتها والى اخره خلاص. فالديب ليرنينج زادت اهميتها، هو عمل نفس الليرز بتاع الارتفيشال انتليجنس بتاعت الارتفيشال نيورال نتورك مع فكره الماشين ليرنينج، انه عمال يتعلم من الداتا اللي داخلاله، فطبعا بيتعلم بسبب ايه النيورونز الجديده. طيب في بعد كده علم اسمه الكمبيوتر فيجن، دخلنا له بقى الكمبيوتر فيجن ببساطه جدا، ان انت اي حاجه فيجواليز اندرستاندنج، انا عايز اندرستاند للحاجه اللي انا شايفها، الفكره كلها مش انا شايف، ما الكاميرا بتشوف وانا بصور ايه اللي حصل، يعني الكاميرا كده شافت، الكاميرا كده ما شافتش، الكاميرا لسه مش فاهمه ولا الاوبجكت ولا محدداهم ولا اماكنهم ولا حركتهم ولا هم ايه. لا الكمبيوتر فيجن بقى علم القصه دي، هو العلم المختص بالايه؟ بالفكره دي في الاي اي. فالعلم كله ان انت لازم تبقى تعمل ريكوجنايز للي انت بتشوفه، بتعمل ريكوجنايز للي انت بتشوفه. العلم ده بيجمع حاجات كتير جدا وخطوات كتير، مش بس الاول عندي حاجات خارجيه جوه، عندي صوره فيها مثلا قاعه، فالصوره دي لازم يحصل تتحول اتصورت، عملت ايميج اكوزيشن، صورت الصوره. الايميج اكوزيشن دي اللي بتحصل بنقلها، طبعا عندنا دلوقتي الويب كينز والديجيتال كاميراز والليزرز وال 3 دي كاميرا والكلام ده كله بقى منتشر والناس كلها عارفاه، حتى موجود في الموبايلات كل انواع الناس بقت موجود في الموبايل. فانا خلاص سجلت الصور، عشان احول الصوره دي لمعلومه يعني افهم محتويات الصوره، في علوم او في حاجه اسمها ايميج بروسيسنج، كان برضه الدكتور احمد اتكلم عليها. ايميج بروسيسنج ازاي اعالج الصوره افهم ايه اللي موجود في الصوره. الايميج بروسيسنج ده بيمر بحاجات كتير جدا، يعني حاجه منها مثلا ايدج ديتكشن، لاحظ ان الصوره اتحولت الى كيرفات اللي بقى بيقدر يحدد المكان، يقدر يحدد مكان الشجره، مكان البيت، يعمل سيجمنتيشن، اذا جوه لايت هنا في تفاحه فينورها بلون، هنا في مش عارف انسان واقف، هنا في مش عارف ايه، بيعمل حاجه اسمها سيجمنتيشن. بيعمل حاجه بس كده اسمها كلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن عند الصوره فيها عربيه، فبيبدا يبص على العربيه
يعرف الباب، يعرف الشباك، يعرف الطريق، يعرف الخط، ويدي كل حاجه لون. هو مش محتاج ان هو يفهم سوق شيء، بس هو عارف الشباك، عارف الارض ليها لون مش عارف ايه، العربيه ليها لون مش عارف ايه، الشباك لون مش عارف ايه، واي صوره تجيله بيلاقي شغال بنفس الايه؟ يوسف بقى عنده كل الوان ازرق مثلا عربيات، وعنده كل الوان بني بقى ارض، وعنده مش عارف ايه، وبيبدا يصمم بالشكل ده. تمام؟ وبيعمل حاجه اسمها فيتشر ديتكشن انيميشن، ودي طبعا حاجات تجنن جدا. لو الصوره جت على جنب، جت من تحت، جت من فوق، زي ما بيحصل مثلا في الفيسبوك، تبقى انت بتدوس الصوره بتاعتك يعمل لها فيس ديتكشن ويجيب لك كل حته صورتك وانت واقف كده، تيجي في مره ثانيه تبقى عامل كده من على الجنب ويجيبك، ازاي؟ سبحان الله. خلاص؟ بسبب حاجه بيدوسوها اسمها فيتشر ديتكشن اند ماتشنج. لاحظوا الصورتين اللي جايبهم، في صوره ميه وفي صوره معدوله، مفترض لما تيجي تطبق الصورتين استحاله يحصل ايه؟ استحاله يحصل ماتشنج، لان هو فعليا بيعمل ايه؟ بيجيب الفيتشر اللي بيحصل ديتكشن. العين بيقارنها مع العين، هو مش بيقارن يعني الصوره على بعضها بالصوره على بعضها بيساووا بعض ولا ما بيساووش بعض، بيمسك فيتشر فيتشر ويشوف الايه بيتماتش فين، لاحظوا ان في هنا خط ما بين كل حاجه بيماتشها والناحيه الثانيه. طيب عشان اوصل بقى للانفورميشن للديسيجن في الاخر كل الكلام ده عشان اعمل ايه؟ عشان لما الطياره بتكون طياره اللي في العراق مثلا ولا بلاش العراق، كان في اي بلد ثاني. ماشي الطياره دي لما تشوف قاعده تضرب هو ده اللي بيصوره في الاخر، هو عايز يضرب. فاهم ازاي؟ هو مش عايز غير في اخر الديسيجن يتاخد، فبيحصل حاجه اسمها ايمج اناليسيس اند اندرستاند. بيبقى في طبعا حاجات 3 دي، بيبقى في عندك برضه انك اقدر اوصل، ببقى عايز اعرف الابعاد وممكن تيجي منين وكلام زي كده، طبعا ال 3 دي مابنج موجود. بيحصل حاجه اسمها اوبجكت ريكوجنيشن، يبدا يحدد اماكن العربيات، اماكن التجمعات العربيات، اماكن مش عارف ايه، يبدا يجمع اماكن الصور، اماكن عمال يحدد ريكوجنيشن. في بعد كده حاجه اسمها اوبجكت تراكنج، ودي برضه كلام بقى ان هو ممكن تبقى انت واقف هو بس حاطط مكانك وانت طول ما انت بتتحرك وعمال يجيب الايه؟ البوزيشن بتاعك، خد بالكم ده كده انا ما جبت سيره جي بي اس ولا مش لا هو شاف وعارف انك بتتحرك ورحت رجعت او شلت حاجه من مكانها وخدتها او ما خدتهاش خلاص. ده جوه يعني ده اصلا الاوبجكت تراكنج ده يعني انا بعتبره لحظه علم النفس كده اسمها جوه الكمبيوتر فيجن يعني خلاص. طيب الكمبيوتر فيجن في منها هديكم شويه ابلكيشنز بس جوه الكمبيوتر فيجن، شويه ابلكيشنز بس جوه الكمبيوتر فيجن. في اللي هو الموشن اند تراكنج ريكوجنيشن، لو انت عايز تدور على العلم دوت هو موشن اند تراكنج ريكوجنيشن، كل مهمته انه بيلقط هنا فيديو، هو بيلقط الصوره وخده، دي بقى عمال يديتكت الكارز، كل ما تعدي عربيه يديها رقم يتعرف عليها، رقم وتعدي رقم واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. الديتكت والحاجه بتتحرك خلاص، وبيعرف الاوبجكت وممكن يعمل عمليات ان هو يعد ويطلع الاول مين ويطلع الثاني مين وهكذا. ده حاجه اسمها موشن اند تراكنج ريكوجنيشن. في حاجه او علم تاني من العلوم اسمه اوجمانتد رياليتي، ده مشهور جدا خلاص، اوجمانتد رياليتي وعامل ضجه كبيره جدا بره، احنا مش حاسين بحاجه خلاص، بس هو مشهور. الاوجمانتد رياليتي عامل ايه؟ هو كل فكرته بيخسروه في البيع تقريبا انا جايب الصوره دي من على ايكيا تقريبا لما كنتش نسيت يعني. هم عاملين ابلكيشن كل فكرته هو عايز يبيع لك الكرسي، فبيقول لك انت هترفع الصوره بتاعت الموبايل بتاعك على المكان، فهو صور لك المكان اللي انت قاعد فيه دلوقتي وانت بتختار الكرسي اللي عايز تشتريه، وتبدا تحطه هنا وتحطه هنا وتحرك الايه؟ الاوبجكت زي ما انت شايف وتشوف شكل الكرسي ده حلو، لا انا عايز الطويل شويه، انا عايز لا ده هيبقى حجمه كبير، لا تتخيل بقى هو ايه؟ يوصل معاك ليه؟ وكذلك طبعا في حاجات خاصه تخص الملابس، وتبقى رايح ويجيب لك صورتك انت لابس دي وانت مش لابس دي وانت مش عارف ايه، وتشوف شكلك هنا وتشوف شكلك هنا، واستغلوها في البيع بيع. المهم ده الكوماندد رياليتي. في نوع تاني اللي هو الاوتونومس او السيلف درايفنج كارز، طبعا ده كلنا سمعنا عنه عشان جوجل، جوجل تعمل اي حاجه تضرب كل الناس تسمع على طول. طبعا السيلف درايفنج كار كل فكرتها ازاي العربيه بتقدر بتمشي في الشارع، هو اصلا كل يا طبعا عشان ما انتوا عارفين السيلف درايفنج كار كوكتيل ارتفيشال انتليجنت، يعني مش فيلد واحد، ده نوع من انواع اللي هو بس بيديتكت الاوبجكتس اللي بتتحرك قدامه، فاستخدموها في السيلف درايفنج كار ان هو يقدر العربيه وماشي كده تشوف ان دي عربيه، ده واحد بيعدي، ده مش عارف ايه، ده اشاره قلبت احمر، اشاره قلبت احمر، عدي ما عديش، ده لا حول ولا قوه الا بالله، فرق السبب ايه؟ خلاص؟ ده ايه؟ السيلف درايفنج كار. في برضه علوم ثانيه زي الدوميستيك ده كل فكرته طبعا الروبوتكس طبعا انواع كتير، وكل فكرته ان هو بيقدر يحدد لحظه ان هو عايز يدخل حاجه جوه حاجه، فهو لازم بيقدر يحدد هو اتجاهه مظبوط وديتكت التوجه مظبوط ولا لا، او ياخد قرار بانه يحقن او ما يحقنش، وده بتستنى طبعا في المصانع بشكل قوي جدا، وده نوع من انواع الكمبيوتر فيجن. هو لو ما شافش لو البتاع فيها سنه بس يعني هو الحقن ذات نفسه شايف العين اللي هتخش فيها بس اللي فيه عوده سنه هيقتل الصباع صح ولا لا؟ ده هو لازم بيوصل عند دقه جامده جدا عشان يقدر يعمل ده، ودي حاجات موجوده وشغاله خلاص شغاله، بس انت
احنا مش موجودين مع بعض من الفرق. طيب في انواع تانية برضه موجوده جدا مشهوره زي الحاجات الخاصه بالصور وتركيب الصور، يمكن اتكلمنا عليها حاجات اللي هي دي بقى احنا الحاجات اللي بنحبها احنا او بنهزر فيها كتير زي اسمه ايه سناب شات والحاجات دي كلها، وبيقدر فعلا يديتكت الوش وعارف وجهه ومركب عليها وعارف التماثيل وركب عليها وعارف الشعر وعارف مش عارف ايه، ازاي ويقدر يتعرف وبناء عليه يعمل حتى لو تطبيق هزار او تطبيق مش هزار، ويقدر يتحول الصوره بالشكل ده ويقدر يعرف المبدا ويحسن. ده موجوده في الموبايلات دلوقتي، كل موبايل تلاقي موبايل يقول لك مثلا الكاميرا دي اي اي، وتلاقي نفسك بتتصور بالكاميرا دي بالذات شكلك حلو. اكيد جربتوها صح ولا لا؟ والدهن محلوقه والجو جميل، مع ان هي اصلا انت مش كده خلاص، هي بتعمل ايه فعليا؟ وده بجد موضوع ده حاجه في ايدينا بس احنا مش فاهمين. ما هو الفكره ان هو بيتكلم زي الصوره الموجوده على الاي دي وعمال ايه يجي ينط اه لانك شعر مش عارف ايه، فيبدا يبدا ينظم الموضوع وعمال يرتب ويطلع شكلك شيك واشتري بقى اللي هو الموبايل اللي جوه ماشي. ده نوع برضه من التطبيقات بتاعت الكمبيوتر فيجن. انا مش عارف كان نفسي لسه هتكلم في حاجات كتير بس هم مش هيقولوا الوقت خلص، في شغل تاني سبيتش كومبيتيشن ولسه في ان اي بي وكان مش عارف ف عشان ما اخدش كمل يا باشا وقت اكتر من كده كمل. مفيش نص ساعة وفي لسه سيشن بعديها، فأنا يعني هسيب لكم السيشن دي لو عايزين تبقوا توصلوا لها. أنا عامل جروب اسمه اي اي ساينسز أو علوم الذكاء الاصطناعي، لو دخلتوا عليها هحط لكم عليها البرزنتيشن وأحط لكم عليها الفيديوهات الشرح، وتبقوا إيه تكملوا بقى مع نفسكم لأن الموضوع هيبقى لسه طويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.